اشکرا کرن پشکا شازده. پشتی هنگی من دنگه که بلنش پرزگه بهیزد گوت هر حفت فرشتیان هرن هر حفت ترارن ترابون خوده بسر عردی دا پریجن. اف جای اکی چو ترار خوب سر عردی دارشت و کل کم پیس و جاندار الوی خلکی هاتن یه نشان و درنده سروان و سجده بوه نیوید بن. پاشی فرشته دوه ترار خوب سر دریای دارشت و دریا بونخین و کخین امریان. اینا همی گیانورن دریای دامرن. فرشته سیه ترار خوب سر باران و سرکان ین آوه دارشت و او بونخین. هنگ من بهیست فرشته آوان دو گود. توی داد پروری، ای اوه هیو اوه هبو اوه پیروس چونکو توسا حکم دایا. اجبر کوان خینا پیروس کریان و پیغمبران یارشتی تجی خین بو بخارنه دایوان او تجینه. اینا من دنگ قربانگه بهیز دو گود، بله، هی خدان خوده، هزدار هر تشتی، حکم انتت راست و داد پرورن. پاشی فرشته چاره ترار خوب سر روژه دارشت و دسالات بوه هاتدان کو مرو وامب آگیری بسوژید. این امروب گرم کامازن سوتن و جوین دانن ناو خوده او دسالات سروان دربان هی، لی اول خونه زورین کو پس ناخوده بکن. فرشته پنجه ترار خوب سر تخت درنده دارشت و پاشایتیوی تاری بون. اجبر ایشان مروفان لقل ازمان خود دان. اجبر ایشان و کلکن خو جوین دانا خدای عثمانی لیش کارن خول خو نزورین. پاشی فرشته ششه ترار خوب سریبار مزن فراتی دارشت و آواوی هشک بون. دارک بو پاشاین شروشحلات آماده ببید. هنگ من سه گیان پیس ین وکو بقان دیتن. اجدوی اجدهای، اجدوی درندهای، اجدوی پیمبری دروین درد کفتن. او گیان اجنان بون. یین نشان حناره ندکن و چنه نک پاشاین همی جهانه دوان بو جنگال روژا خوده هزدار هر تشتی کن بکن. اوه اسوکوده زکیت هم خوزی که نوی یه هشیارت مینید و جلکت خود پارزید داریس نگرید و شرمجه نوی نه ندیتن. اینوان اولوی جهی کم کرن یب عبرانید بجنه هارمگدون. فرشته هفته ترار خوب سربای دارشت و دنگه که بلنج برزدگه ها عصمانش تختی هات دو گود جهات. هنگه بریسه و دنگه دنگو گرگر عوران چه بون و بیولرز کامازون ریدام. چی بیولرز نوکوه ری ندابون هر جدم مروف کفتی از سروی عردی بیولرز که هند یا مازون بون. باجر مازون بابل بو سه پارچه و باجر ملتان کفتن. افجا خوده بابل مازون اینا بیراخون دا پرداغا شرابا تورابون خویا دجوار بدته. همه گزیرت روین و چیانه هاد ندیتن. و ترگه کامازن گرانی ها هر دن که تالان تک بون. اج عصمانی بسر مروفان داباری. اینا مروفان اج بردر به ترگه جوین دانه خوده. چونکو در بیوه گلکی مازن بون. الاصحاح السادس حسن عند داریوس ان یولی على المملکه 120 مرزبانا یکنون على المملکه کله. وعلى هؤلاء 3 وزراء أحدهم دانيال لتؤدي المرازبة إليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارة. ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازبة لأن فيه روحا فاضلة. وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها. ثم إن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. فقال هؤلاء الرجال لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له هكذا: أيها الملك داريوس عش إلى الأبد، إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشدد نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. فثبت الآن النهي أيها الملك وأمضي الكتابة لكي لا تتغير كشريعة ماد وفارس التي لا تنسخ. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة والنهي.
فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه، فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك: ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال: الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك: إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا، وجعل قلبه على دانيال لينجيه، واجتهد إلى غروب الشمس لينقذه. فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك وقالوا للملك: اعلم أيها الملك أن شريعة مادي وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضعه الملك لا يتغير. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. وأتي بحجر ووضع على فم الجب، وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمائه لألا يتغير القصد في دانيال. حينئذ مضى الملك إلى قصره وبات صائما، ولم يؤت قدامه بسراريه وطار عنه نومه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا إلى جب الأسود. فلما اقترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيل. أجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر على أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا أيها الملك، عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك، لم أفعل ذنبا. حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب، فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود، هم وأولادهم ونساءهم، ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها: ليكثر سلامكم، من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول، وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي.